اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكثير منا عندما يتحدث مع أحد يحبه يقول له أنت عسل، ربنا يعسله، ونضحك من الكلمة ونشعر بالسعادة، لكن الكثير منا يظن أنه يقصد بكلامه أن يكون برميلا من العسل، أو أن العسل قد أحاط به من كل جانب، أو أنه لذيذ وطيب مثل العسل. ولكن هذه الكلمة التي نقولها كثيرا بقصد المجاملة أو التلطف في الكلام، حقيقتها أنك تدعين لصاحبك بدعاء جميل. كيف؟ اسمعوا هذا الحديث وتأملوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. رواه الإمام أحمد، والرقم 17819 الحديث. قال العلامة الألباني رحمه الله: وإمارة هذا التعثيل بأن يرضى عنه من حوله، لما ثبت في زيادة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى يرضى عنه من حوله. السلسلة الصحيحة رقم 1114. ويقال بأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يدعو لمن صنع إليه معروفا بقوله: عسلك الله، فعسلني الله وإياكم جميعا يا رب العالمين يا الله، واللهم ارزقني قبل مماتي بصالح الأعمال، وأن ترزقني أيضا بحسن الخاتمة لي ولكل من سمع هذا المقطع وأرسله، ولكل من كان يقول لأحد عسلك الله أو يا عسل، ولا يعلم أنه بذلك يدعو له بحسن الخاتمة وبعمل يرضي الله. وأكثر من كلمة عسلك الله منذ الآن عزيز المسلم وعزيزة المسلمة، وانشرها بنية أن يصبح الناس لديهم كلمة طيبة على لسانهم في زمن أصبحت لسان الناس كالأفاعي وكالعقارب، أستغفر الله العظيم، يلدغون فيه كل من يتحدثون معه. إذا أعجبك المقطع عزيز المستمع والمستمعة، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وأيضا مشاركته مع أصدقائكم وإيصال المعلومة فباستطاعتك أينما ذهبت وفي أي مجلس أن تقول لهم: هل تعلم ما معنى عسلك الله أو يا عسل؟ فتكون بذلك قد كسبت أجرها، سواء نشرتها أو قلتها لغيرك، لأن الكلمة الطيبة صدقة، وبذلك تنشر شيئا يفيد المسلمين، وكلما قالها أحد كسبت أنت الأجر والثواب وكسبته أنا معك. شكرا لحسن الإصغاء، وعسلكم الله أعزائي المشتركين القناة جميعا. لكم مني كل الحب والتقدير، مديرة القناة الدكتورة أم عمر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.